السلام عليكم. انا اليوم بسوي بيتزا، يبي سكر 1 قشة، حليب 6، 2 قشة خميرة، 1 قشة، وميل مال شاي قبشة، 1 تهن، 4 كوب، وماي 1.5، دهن 1/4 كوب. اول شيء أكياس هذي تحطينه 4 كوب طحين، 2 3 4 4 كوب طحين، تحطين ميل، 1 قبشة سكر، 2 قبشة حليب 6، 1 ماي، أنا حطيت داك الماي خميرة. بعدين تحطينا دهن، حطينا حتى دي كاميرا، دهن أنا سوي عجينة حق البيتزا. هذا بيتزا عجينة. الحين أنا هذا مكان دافي، خلينا تقريبا نص ساعة كذي، سكرين خلينا ما يبيج هذا. الحين أنا بسوي بيتزا خلطة، حطيت دهن شوية. أول شيء يبي بصل، بدال من 1 قطعة ماجي، حطينا حسب تقريبا 3 قطع شيلي سكر، حطينا شوية صلصة مادو، حطينا كاتشب، باستا صوص، بيتزا صوص. تساوي بس مكانك بدون خضرة، بس مكانك بعدين حطينا مكانك بطاطس كارثة. أنا ما حطيت ميل عشان في مكانك ميل، حطيت بطاطس مودي، شوية فلفل أسود، هذا اللي هي سوية الخلاط الخلطة. خلي يصير بارد، بعدين تحطينه فوق البيتزا.
حاجة هدينا متوقع خلاص اللي هنا بيسوي بيتزا. هذه بيضة بيحطي فوق البيتزا كذي عشان تصير لون حلوة. الهين بيحطي فوق الخلطة خلاص سويت هنا. هذه خلطة تبدي تحطيها شوي شوي. هذه بس لكانك حطي أنا تسوي. الحين حنا بشكل الفرن وبعدين بيحطي داخل الفرن. الحين هذا حطينا بيضة you
شحطه الفرن، اللي بس ده في الفرن تقريبا نص ساعه. نجيب المسرجة الحين تقريبا خلاص بقي كذي خلاص. السلام عليكم، انتو تساوون جربوها، انا كانت بيتزا.